بالامس اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس كمان طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، واستعرض الجهود اللي بتقوم بها الوزاره لتطوير وتحديث القطاع وكمان قطاع الثروه المعدنيه، مشيرا لاتخاذ خطوات تنفيذيه لتحسين كفاءه الاداء في مختلف انشطه القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والانتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة. والمخطط أيضا أنه يتم حفر حوالي 230 بئر استكشافية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 2 مليار دولار حتى نهاية عام 2018. هيكون معانا كمان على تعقيب على هذا الخبر أستاذ ضياء الحجري مسؤول ملف الرئاسة بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بيك أستاذ ضياء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، صباح الخير. يعني كنت عايز اروح معاك لنتائج ايضا اجتماع الرئيس، وايه ايه ايه ما تم الاعلان عنه من اكتشاف 230 بئر او العمل في 230 بئر، يعني لو ممكن تديها تفاصيل اكتر. تمام، يعني اولا يعني نقول ان هذا الاجتماع مهم جدا لان قطاع الطاقه يعني هو قطاع مهم جدا في مصر وفي العالم كله، لان الطاقه يعني هي التي تسير المصانع وهي التي يعني تساعد على تنفيذ الاستثمارات والمشروعات في مختلف المجالات. البترول والغاز الطبيعي مهمين جدا، وكما تعلم يعني ان هناك يعني صراع عالمي على البترول، وان دول اسيا في سبيل تحقيق التقدم الصناعي تستورد كميات كبيره جدا من هذا البترول وتحقق للدول التي تصدرها عائدات ضخمه، فبالتالي فان تطوير هذا القطاع في مصر اولا يوفر عائد كبير جدا من النقد الاجنبي اذا كنا يعني نستورد بعض احتياجاتنا البتروليه. ثانيا التاكيد على في هذا الاجتماع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2018، لان الغاز الطبيعي مهم جدا اولا لانه يعني يساعد على توليد الكهرباء، محطات توليد الكهرباء، يساعد ايضا في بناء في المصانع وفي تشغيل المشروعات. ثالثا الغاز الطبيعي واقل تلوثا من البترول، وممكن ان يكون يعني في المستقبل له اقبال كبير في الاسواق العالميه. تم استكشاف او اكتشاف حقول بتروليه وحقول في الغاز الطبيعي في الاونه الاخيره، منها في شمال الاسكندريه ومنها حقل حق الظهر، وبالتالي هذه الاستكشافات الجديده ستساعد على تدعيم قدره مصر على استثمار واستغلال هذا القطاع وتطويره، وذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثه التي لم تكن متوفره من قبل. مثال على ذلك يعني حقل ظهر الذي هو في البحر المتوسط، هو على اعماق تحت المياه، ولم يكن ممكن قبل استخراج هذا الغاز، ولكن التقدم التكنولوجي واللجوء الى شركات اجنبيه متطوره زي شركه الايطاليه التي يعني تسهم بالتكنولوجيات في استغلال هذه الابار. ايضا مصر في هذا الاجتماع تم التاكيد على ان مصر يمكن ان تكون محور في منطقه الشرق الاوسط والمنطقه الافريقيه، محورا للطاقه بحيث يعني تمر عبرها سواء يعني البترول القادم او الغاز القادم من الطبيعي، وهناك فعلا انبوب هو انبوب سوميد الذي يعني ينقل الغاز الطبيعي والبترول عبر مصر الى الاسواق الاوروبيه. ايضا تم التاكيد ايضا ان ليس البترول فقط، ولكن هناك صناعه البتروكيماويات الواعده، لانك عندما تصدر البترول فقط فانت تصدره يعني باسمان بسيطه ومنخفضه، خاصة مع انخفاض اسعار البترول في الاسواق العالمية. نعم. لكن البترول ايضا منه مشتقات كثيرة، منه مثلا على سبيل المثال البنزين بالظبط بيدخل في كل الصناعات. تمام. بس في نقطة كمان، ودي نقطة مهمة فيما يتعلق بالحديث دائما عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2018، وانا عارف ان دي احدى النقاط اللي تم التطرق اليها ايضا بالامس، فيما يتعلق بهذه النقطة، هل هذه الخطة مستمرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2018 بحسب ما جاء؟ تمام، لان هناك نقطه مهمه في هذا الصدد، ان احنا نستورد غاز البوتاجاز، وكما علمنا ان في الماضي كانت تحدث هناك ازمات وارتفاع الاسعار اما ابوبه البوتاجاز او صوانة البوتاجاز، ولكن يعني التوسع في ادخال الغاز الطبيعي للمنازل سيسهم بشكل كبير جدا في حل هذه المشكله. ممكن نقطه قبل يعني اعلان هذا الحديث، وزاره البترول والثروه المعدنيه ليست معنيه فقط بالبترول والغاز، ولكن معنيه بجميع ثروات مصر والمعادن، وبالتالي تم خلال هذا الاجتماع التطرق الى ثروات الذهب وفي منجم السكري
واستخدام التكنولوجيا الحديثه لاستخراج الذهب، بحيث ان هذا وانا عارف يعني انه في ايضا توجيهات باستمرار الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات، خلينا نقول في هذه القطاعات. هل في انباء عن استثمارات جديده او ما هو متوقع في الفتره القادمه او عقود جديده او غيرها؟ تمام، يعني احنا قلنا كما ذكرنا من قبل ان هناك يعني تكلفه استثماريه تبلغ حوالي 2 مليار دولار حتى نهايه عام 2018 في تطوير واستكشافات جديده في ابار البترول. وبالتالي في الثروه يعني المعدنيه تحديدا. تمام، نحن يعني نامل يعني ان خلال يعني الفتره المقبله يعني ان تشهد مصر يعني انتعاشه في هذا القطاع، بما يسهم في يعني اولا زياده دخل مصر، ثانيا توفير النقل الاجنبي، ثالثا يعني العماله، لان هناك يعني كوادر كبيره يمكن ان تعمل في هذا القطاع سواء في البترول او في الغاز او في استكشافات الذهب، وبما يعني يسهم في يعني تحقيق طفره يعني او تقدم في الاقتصاد المصري ان شاء الله. النقطه الاخيره بمخ حضرتك متعلق باستحقاقات من الوزارات الاخرى، وزاره البترول او استحقاقات علينا للشركات العالميه، هل تم التطرق للنقطتين دول بشكل او باخر؟ تمام، يعني ليس هذا الاجتماع، ولكن في اجتماع سابق تم التطرق، وتم يعني السيسي يعني اكد ان ضروره يعني ان يتم دفع مستحقات هذه الشركات، لان كما تعلم ان هذه الشركات الاجنبيه هي تقوم بالاستثمار وبضخ استثمارات ضخمه في مصر، وبالتالي يعني تحتاج الى ان تسدد لها الحكومه حصتها في هذه الابار المستكشفه الجديده. واذا كانت الفتره الماضيه قد شهدت عجز في ازمه الدولار كما تعلم، لكن هناك الان احتياطات تتزايد في البنك المركزي، وابتدى هناك يعني تزايد في العمله الاجنبيه، وبالتالي هناك طريق يعني او امل كبير جدا في الفتره ان يتم اعاده جدوله هذه الديون. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ضياء الحاجه، مسؤول ملف الرئاسه بوكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا.